عشان تشد زنودك كل اللي تحتاجه حبل وباب. صعبة؟ لا. واقف ظهرك سيدة 1 2 وبنفس هذه الطريقة 14 عدة 4 جلسات لكل يد وبنفس الباب ما نحتاج أكثر. التمرين الثاني عشان نشد الزنود. واقف ترفع يدك، لاحظوا يا جماعة 1 2 تشوفون يدك تكون مستقيمة قدام سيدة 3 4 وتستمر بهذا الرتم راح تحس بالعضلة نار. 14 عدة 4 مرات لكل ذراع بس ما نحتاج أكثر. احفظ هالمقطع عندك ولا تنسى اللايك وراح ترجع له في يوم من الأيام وشاركه مع واحد يبدأ معاك أو احفظه لنفسك وأنت تقدر.